السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي الخياطة ببساطة مع كريمة. اليوم راني رايحة ندير لكم موديل تاع المناسبات، خفيف وبسيط وسهل للخياطة. هنا راني طويت القماش على 4، هذه الجهة تاع الأمام، وتاع الداخل راني طويتو، راني رسمت لو باترون على الجهة تاع الداخل. دائما القماش على 4 باش تسهل لكم العمليه، يعني لي روب دو ميزون قلت لكم بلي ما يحتاجوش الدقه بزاف. هنا رسمت لو باترون بالقياسات تاع لا كليونت. هنا نبدا نقطع الرقبه، قطعت الرقبه تاع الوراء وزدت تاع الامام وقطعت كامل لا روب تاعي، يعني تبعت كامل لو باترون كيفاش رسمت لو باترون، زدت حق الخياطه او كيفاش قطعت الرقبه الاماميه. يعني هاد لا فيديو درتها برك باش نوري لكم، يعني لقطات درت برك لقطات باش نوري لكم كيفاش درت لا غوب هادي، باش تكون عندكم فكره برك كيفاش تفصلوها وتخيطوها. هاي ليك، هنا راني قطعت لو فولون اللي يجي فوق لي مونش وزدت لا سينتور. لا سينتور حنغلفها بالقماش تاع لا روب، ولي مونش هادوما قطعتهم في العرض درت 30 سنتيمتر وفي الطول درت 70 سنتيمتر، وراني حن ندير لهم دي بلي. هنا راني خيطت لا روب ديالي، يعني خيطت لي كوتي ولي زيبول ودرت لي زون فورم في لو كول، يعني باش تجيني لا فينيسيون شابه. وهم لي مونش لو فولون يجي فوق لي مونش كيفاش يجوا لي بلي هذوك، راني نوري لكم كيفاش يعني نبليسي لو فولون هذاك. ونقيس في ليبول، يعني الثلث تاع ليبول، وندير ونحط لو فولون فوق لا روب، يعني يجي كديكور على لي مونش او يعني تشرشيفه ولا، يعني المهم رايحين تشوفوا كيفاش يجوا. هنا راني ندير لي بلي تاوعي، راني ندير عينك ميزانك، مانيش نقيس في لي بلي، ونقيس يعني لي مونشور تاع لا روب، ندير قيس تاع كيفاش نحطها، نحطهم فوق لا روب ديالي، يعني ندير نقيس باش ما تجينيش صغيره ولا تجيني فيها زياده. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير لي بلي، يعني درتهم كامل جهه واحده. ديما نقيس باش نشوف شحال تجيني، باش تجيني سوا سوا. وهنا كيما راكم تشوفوا نحطهم ونخيط، يعني نحطهم فوق يعني لون دغوا كونتر لون دغوا ونخيط. وقبل ما كي نخيط لي بلي هادو ما نخيطهم قبل، ومن بعد ندير سورجي كامل وندير لوغلي تاع لو فولون الجهه اللي ما نخيطهاش، ندير لها انوغلي ومن بعد نحطهم ونخيطهم فوق لا غوب. وهنا راني ندير فلو غالون، هنا لصقت واحد الجهه ونوري لكم كيفاش راني نلصق في لو غالون، يعني بلا كول اللي يجي لو ريبون كولون. وهذه لا سينتور ندير لها لو غالون، هاي لا كول اللي نستعملها، هذه هي، هذه نستعملوها بالحديد، يعني نحددو نحطو الحديد فوقها وتلصق،
يعني خير من اللي نخيطها وما تنحاش، ما مسي تغسليها وما تنحاش. يعني نقطع على كل دي بتي مورسو ونحطهم تحت لو غالون، ومن بعد ندير شويه تاع القماش، نشوت هكذا تاع القماش فوق لو غالون باش ما يتحرقليش بالحديد، ونبدا نحط الحديد باش نلصق لو غالون. هنا راني درت كامل لو غالون تاعي، ولي قعد لي قطعت لي فلور هادوك، وراني نعمر في لو كول، يعني الجهه اللي بقات لي كامل فارغه، يعني زدت دي فلور لي فلور هادوما، يعني هذا حسب رغبه لا كليونت، هي اللي قالت لي ديري لي هكذا. هاني قطعت لي قعد لي كامل، قطعتهم ونلصقهم، يعني نشوف كيفاش يجوني شابين ونلصقهم فوق لاغوب باش تجيني يجي لو كول معمر. هاملي كيفاش نديرهم، يعني لصقت شويه وهادو ما اللي قعدوا، راني نوري لكم كيفاش. هنا لا كليونط راهي تعاون فيا، راهي تعاون ويا اللي راهي حبتهم هكذا. نعملك تشوفوا مليح، يعني موديل شباب تاع مناسبات. هذا هو الشكل النهائي تاع لا روب، راني كملتها كامل، يعني لصقت كامل لو غالون ولي فلور اللي قعدوا هذوك راني لصقتهم كملتها كامل. هاو كيفاش خرجت، ان شاء الله يعجبكم هذا الموديل، يكون عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وان كومونتير وتبارطاجيو هذا لا فيديو، وديروا اشتراك اللي مازال ما دارش اشتراك، ان شاء الله يكون ينال اعجابكم هذا الموديل. يعني سهل جدا، انا جاني سهل جدا كي خيرتها. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.